السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن عربية جديدة، مقاس 1/20، عربية من الفئة المتوسطة. الفئة المتوسطة هنا بنتكلم عن العربيات ما تحت ال 300 جنيه. العربية بريموت كنترول، ببطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن، حجمها صغير وتصميمها حلو، وعلبتها برضو شكلها حلو. بحب أنا جدا اللعب اللي بتيجي في بتاع الفيل ده، اللي عامل زي بتاع يوسف منصور في الفيلم بتاع قبضة الهلال. معانا هنا محتوى العلبة، عبارة عن بطارية قابلة للشحن بسعة 3.7 فولت، 500 ملي أمبير، تدي وقت تشغيل متواصل يتخطى معاك النص ساعة، وده رقم محترم جدا. العربية نفسها طبعا خامتها مش أفضل حاجة، والتجفيل مش أفضل حاجة، لكن خلونا نتكلم في الفئة السعرية. في الفئة السعرية بتاعتها تاخد حاجة أفضل من كده؟ ما ظنش، مستحيل مستحيل تاخد قطعة أفضل من دي، بخامات أفضل من دي، تحت ال 300 جنيه مع بطارية تدي لك نص ساعة كاملة من اللعب المتواصل. العربية سريعة جدا، ينفع تلعب بيها سواء على سجاد أو على بلاط. بره البيت ما ظنش ممكن تمشي في نجيلة أو ما شابه، وده طبعا بسبب إن العربية أصلا جسمها واطي على الأرض، تقدر تتحكم فيها شمال يمين قدام ورا. معانا كمان ريموت كنترول بسيط جدا، بيجيلنا بالخازوق اللي احنا شايفينه ده. اكتشفت مؤخرا ان الخازوق ده يا جماعه فعلا طلع بيأثر ايجابا على الاتصال ما بين العربيه وما بين الريموت، من هنا قدام ورا يمين شمال. معانا هنا كمان وصلة شاحن للعربيه، وصلنا مع بعض البطاريه، وزي ما احنا شايفين العربية جميلة جدا، وتقدر تمشي في أضيق الأماكن، يعني تلعب بها على ترابيزة ماشي، تلعب بها على الأرض ماشي. زي ما احنا شايفين سريعة وسلسة، واستجابتها للريموت ممتازة. هل ليها منافس في الفئة السعرية دي؟ بصراحة ما شفتش. دي أول عربية في فئة تحت 300 جنيه اقتنع بيها بالشكل ده. ما شاء الله العربية سريعة جدا، والبطارية بتاعتها ممتازة. البطارية بتاعتها بتتفوق على بطاريات بعربيات ب 500 و 600 بصراحة، يعني انا عندي عربيات اغلى من كده وبطارياتها مش بالطريقة دي. استجابة سلسة زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين حركة شمال ويمين سلسة وممتازة، حركة قدام ورا. وصلنا مع بعض لفيديو التجربة. العربية على أرض الواقع جميلة جدا، تقدر تعمل بيها خمسات بصراحة. يمكن هي بتعمل دريفت، أنا معرفش أعمل دريفت يعني، بس أظن الدريفت ده بيحتاج عربيات أحدث من كده. العربية تقدر تلف حوالين نفسها خمسات. البطارية بتاعتها مرة واتنين وتلاتة، هفضل أقرر إن البطارية بتاعتها ممتازة. البطارية بتاعتها بأمانة بأمانة فوق الممتازة. طيب ده يرجع للبطارية نفسها إنها كويسة أو خامتها كويسة يعني؟ لا، هي الفكرة كلها إن العربية خفيفة. خفيه وزن العربيه بيساعد على الحفاظ على الطاقه. طبعا ده زائد ان البطاريه نفسها ليثيوم ايون، مش بطاريات يعني رديئه. لا بصراحه البطاريه دي يا جماعه بطاريه محترمه، وفي الفئه السعريه دي بامانه مستحيل تلاقي عربيه تحت 300 جنيه تدي لك الاداء ده بالسعر ده. العربيه مميزه، هي ما فيهاش اضاءه اماميه وخلفيه، لكن في الفئه السعريه دي يعني يشكروا جدا انهم صنعوا عربيه تحكم جميع الاتجاهات. شكلها مقبول وجميل جدا، حجمها صغير مش كبير، تقدر تلعب بيها في اضيق الاماكن واوسعها برضو. الريموت كنترول بيتحكم معاك في جميع الاتجاهات. العربية دي متوفرة من خلالنا للبيع، هي وموديلات تانية كتير. لو حابين تعرفوا اكتر كلمونا على واتساب 012-068-65-814. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنساش اعجاب بالفيديو، اشتراك في القناة، وتفعل زرار الجرس عشان توصلك إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.